التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية محمد فريد لاستعراض التقرير السنوي للبورصة المصرية لعام 2021 والذي جاء تحت عنوان عام إدارة التعافي. وخلال الاجتماع استعرض رئيس البورصة التقرير السنوي لأداء سوق الأوراق المالية خلال عام 2021 وكذلك آخر المستجدات والتطورات التي طرأت على أداء السوق، فضلا عن عرض جهود البورصة في تحفيز الشركات على القيد والطرح دعما لخطط البورصة المصرية الرامية لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة. أوضح التقرير السنوي لأداء سوق الأوراق المالية لعام 2021 أن قيمة تداولات الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة سجلت أكثر من تريليون جنيه خلال عام 2021 مقابل 670 مليار جنيه في عام 2020.